الظروف التي تنعيشها وتعيش العالم كامل. للأسف الشديد مع الجائحة ديال كورونا حنا رأينا البارح ملي بغينا ننظموا هذا اللقاء الصحفي على أساس أن يكون أولا حافظوا على السلامة ديالكم نتوما الأولين ونديروا واحد التباعد بيناتكم، ولكن للأسف الشديد ملقى الكاميرات انما قال لي هذاك كما قال هذاك الاخ ملي نبداو غادي يخطفوا وتخليو الناس باش يلقاو الاسئله ديالهم، لان انا هنا باش نجاوبكم على الاسئله اللي انتم تتسائلوا عليها، دونك ما خاصش تسدوا على الناس الصحافه اللي وراكم داكور. دونك بسم الله نبداو. اولا اسم السيد المدير العام للامن الوطني ومدير العام لمديريه مراقبه التراب الوطني باسمي الخاص وباسم جميع الاطر العامله بالنسبه للمركز للابحاث القضائيه. مرحبا بكم كيف العاده المقر ديال المكتب المركزي، كيف جرات العاده يعني ما كتكون شي قضيه تستثير بالراي العام، قضيه اللي كتهم الامن ديال البلاد كتكون عندها ابعاد خطيره. ف المكتب المركزي للابحاث القضائيه كينظم لقاء صحفي من اجل القاء الضوء على الحيثيات والملابسات ديال القضيه، وهذا حق دستوري بالنسبه للجميع، واننا نخبروا الجميع. حنايا راكم لاحظتوا على ان جميع القضايا ديالنا كتكون موضوع ديال بلاغات تصدر من المكتب المركزي للابحاث القضائيه، واللي كتعطي دروس وموضوع جوانب كبيره اللي كاينه في كل قضيه قضيه. فكيف لاحظتوا احنا دائما في اطار الضربات الاستباقيه ديالنا، في اطار اليقظه ديال المصالح الامنيه المصالح الاستخباراتيه، كيف انتم عارفين المكتب المركزي للابحاث القضائيه راه تيخدم في تابع قضائي ديال المديريه لمراقبه التراب الوطني، وبالتالي كاين مصالح مركزيه ديالنا اللي كتزودنا بالمعلومات فيما يخص النشاط ديال الخلايا او الاشخاص اللي كيتبناو الفكر المتطرف. فاحنا القضيه ديال كيظل الواحد على ان راه حيت كاينه الجائحه ديال كورونا ان المصالح الامنيه راه غادي تغفل على الجانب الامني، هذا خطا، لان كل مصلحه عندها الخصوصيات ديالها وكتبع المهام ديالها، وبالتالي حنا دائما الحمد لله على ان المصالح ديالنا دائما يقظه ودائما تكون في الموعد. فبالتالي شفتوا بلا ما غنرجع لسميتو البلاغ هذا، غنقول لكم بانه هذه الخليه اللي تم التفكيك ديالها البارح 10 نوفمبر، شخصيا كيف لاحظتوا تم تفكيك عده خلايا سواء في المكتب المركزي للابحاث القضائيه او لا في الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه اللي كنت فيها، ولكن هذه الخليه بالضبط عندها واحد الخاصيه هي انها رجعتني ملي كنا كنبحثوا من بعد الاحداث المؤلمه اللي وقعت في الدار البيضاء في 16 ماي اللي كانوا فيها كيف ما كتعرفوا انتحاريين، وبالتالي حنا من بعد ما تلقينا المعلومات ديالنا من عند المصالح المركزيه ديالنا اللي كتعرفوا كدير واحد العمل كبار من اجل تتبع النشاط ديال هاد الاشخاص المتطرفين او الخلايا المتطرفه، ومن بعد اجتماعات تحت اشراف السيد المدير العام شخصيا تقرر على ان هاد الخليه اللي بلغات واحد المستوى متقدم من اجل كانت تتهيأ للقيام واحد العمليات كانت باقي الدار على كلوك حيت كانت غادي دير مآسي لانه من بعد ما تم الايقاف ديالهم كيف لاحظتوا في اربعه ديال المدن فانجي تمارا تمكين الامير والتيفلت والسخيرات، فالعناصر ديالنا كيف لاحظتوا كان التدخل ديالهم مهني وفي اطار القانون، بالتالي نظرا لخطوره هاد الافراد ديال هاد الخليه يعني داروا طلقات الانذاريه كما كنقولوا حنا في القانون لتيب دو فورماسيون، لان كنا عارفين على انهم ما غاديش يكون بسهوله الايقاف ديال هاد العناصر اللي عندها هما داك
الامير ديال عمر كيتعرفين عنده تاريخ لكن في الجريمه انه عنده تصرف ديجا في الجريمه لانه كان كيستعمل الاسلحه البيضاء جميع القضايا اللي كانت توقف فيها ضمن العداله وبالتالي من بعد ما ولى في المتطرف كان عادي على انه يقدر يمر هذا الناس مثل اي لحظه الباكت وحتى الناس اللي جاو يديروا الايقاف ديالو راه كيف لاحظتوا راه واحد من العناصر ديالنا ديال القوات الخاصه اثناء التدخل يعني ما نعتبر عمليه ارهابيه لانه خلاش اشخاص ما يعني ما رضخش القانون وبالتالي خاص ماشي مشكل الحمد لله على ان الاصابه ديالو ماشي خطيره ان السيد المدير العام الشخصي تكلف بهذا الشخص هذا العنصر ديالنا حنا كيتما كيبلعب فاثناء الايقاف ديالو من طرف المكتب المركزي للابحاث القضائيه واثناء عمليه التفتيش تم اكتشاف المواد اللي راكم صورتوها في المنطقه الدواء لاحظتوا بان فيها لي بروبيشيميك اللي كيدخلوا في صنع المتفجرات فيها اقنعه فيها اسلحه بيضاء ولكن اللي فيها في بولس مثير الانتباه هو لا كونفيكسيون ديال لي جيلي بور لي سانتيرون اكسبلوزي اي سا سي غراف لان هما الاشخاص كانت عندهم يعني بريديكسيون بور باسي الاكت اون طون كو كاميكاز سيبلون بيان سور لي سيبل ديالهم الاهداف ديالهم فيها شخصيات عموميه فيها شخصيات عسكريه فيها مقرات ديال سيرتو مقرات ديال المصالح الامنيه فلحد الساعة خمسة الأشخاص اللي تم الإيقاف ديالهم بما فيهم الأمير ديالهم تم حجز هذوك المواد كلهم وتقاول الخبرة لابوراتوار ديالنا اللي دار لهم الخبرة وتبين على أنهم تيدخلوا في الكيب وتهيئ المتفجرات جوج من هذوك المتفجرات كذلك الطنجرة اللي كانت غادي تستعمل تاعها هو ناسفة ولكن المواد الاخرى كانت سيتم ملؤها في هذوك الانابيب و يعني لي سانتيرون كاميكاز ويديروا لنا عمليات الحمد لله على ان اليقظه ديال المصالح ديالنا كامله الامنيه تم تجنيد المغرب من حمام ديال الدم اللي غادي يوقع فهذه خلاصه ديال لافير كامله يعني الايقاف بدايه لافير ان لافير يلاه غادا تبدا استجوابات ديال الاشخاص حتى نكملوا الاجراءات الصحيه والاجراءات الوقائيه لانهم كيف كتعرفوا مع هذا الوباء اللي كاين دابا في العالم كامل جميع الاشخاص اللي كيتم الايقاف ديالهم يتم اخضاعهم لواحد لاناليز ديال عفوا واش الشخص مصاب ولا ماشي مصاب بفيروس ديال كورونا قبل ما بالتالي الحاضره غادي تبدا الحمد لله الصباح هذا غادي تبدا باش نعرفوا لي تونو نعرفوا نعرفوا لي لابوتيسمون ديال لافير ونعرفوا واش عندها امتدادات خارج المملكه او غير اشخاص اللي لحد الساعه حنا عارفين لانه لو فينونسمون ديال المواد كلها تم عن طريق ليكوتيزاسيون بينتهم هما الاعمار ديالهم عطيناها قلنا ما بين 20 و 43 سنه لي ميتي ديالهم هو هذاك الامير راه ان بواسوني عنده ريبورتور ديور كان دائما كيتسارى في ريبورتور بالسيف و سميتو على حادة وكذلك ليسونس هذا لانه كان كيقول في ما بوني بوليس باش هذا غادي ندوز للاكس ولكن الحمد لله على انه تم التتبع ديالهم وبقينا متبعينهم حتى تقرر على انه هاد الاشخاص غادي يمروا للاكس وصلوا مراحل متقدمة باش عندهم يمروا لتنفيذ العمليات الإرهابية وبالتالي بعد إشعار ديال النيابة العامة وبعد التنسيق مع الإدارة المركزية ديالنا والمصالح المختصة ديالنا والإدارة ديال العامة للأمن الوطني تاعي لأنها تشارك معنا في التدخلات بعد الحالات وبالتالي دخلنا لقينا القبض على الأشخاص حجزنا هذاك الشيء اللي شفتو وغادي تكون ان شاء الله لي زانتروغاتوار وفي يوم ديال نشوفوا شنو هما ديفلوبمون ديال لانتروغاتوار ديال لونكيت فين غيخرجوا
حين على انهم هاد الاشخاص كانوا تيستعدوا باش انهم يقدموا البيعه لما يسمى بدوله الخلافه. للاسف الشديد لان بزاف ديال الناس يظنوا على ان نهايه داعش في المنطقه السوريه العراقيه راه سالات او مع الامير السابق اللي كان ديالهم، بان راه هذا فكر ايديولوجيا تم التمرير ديالها عن طريق كيف كتعرفوا دابا المواد السيبرنيتيك بيرمي بوكو تشوز، الناس اللي ساهلين يتم التغرير بهم ويتبناو هذا الفكر، وبالتالي حتى صنع ديال المتفجرات كيدخلوا غير لي بلاتفورم ديالهم وعندهم الطريقه باش انهم يصيبوا المتفجرات وعلى انهم ينكروا، وبالتالي هذا الفكر سيظلوا يشكل تحديا امنيا بالنسبه لجميع الدول، وبالخصوص حنا لان تتواجد واحد المنطقه تشريط على الساحل، وبالتالي كيف كتعرفوا في منطقة الساحل كان بزاف ديال المشاكل. فالمغرب كيف ما دائما عطى الدليل على انه بالنسبه للامن ديالو لا يتوانى، وبالتالي الجميع مصالح امنيه مواطنين المجتمع المدني اشكروا الجميع، الامن ديالو اولى من اي حاجه.